نور، يعني بشهر رمضان المبارك مين فينا ما بيسمع للإنشاد الديني؟ وبيكون يمكن شيء أساسي جدا بشهر رمضان، شهر الخير. أجمل طقوس رمضان الإنشاد الديني، وبدمشق وبسوريا له خصوصية كتير عالية. الأغاني، اللحن، أداء الإنشاد جميل ومختلف. فينا ما في يعني عنا أسماء عريقة جدا كان بمدينة دمشق يمكن وصدرت الأناشيد الدينية إلى كل الوطن العربي والإسلامي أيضا. نور، اليوم معنا مرشدين من خلالهم رح نقدر أنه يمكن تسمو النفس لترتقي إلى الصفاء، فينا نقول من خلال الإنشاد الديني، مع السيد محمد برنية رئيس فرقة الصحابة. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباحكم الله يبارك فيكم، كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير. والمنشد وضابط الإيقاع السيد كرم جوهر، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم يا رب. كل عام وانتم بألف خير. يسعد صباحكم، رمضان كريم. خلينا دغري نبلش بإنشاد ديني. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغيثنا فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغيثنا فمن يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا حل بنا. ضاق الفلا من كربنا، وكل ذا من ذنبنا، فهو الذي طمس الفؤاد. استغفروا ربكم فيغفروا، يأتي السحاب الممطر يروي البلاد والعباد. سر الكتاب القيم المبين المبين، الله الله، أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين، الله الله، أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين، الله الله. يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين، الله الله، بسر الكتاب القيم المبين المبين، الله الله، بحرمة طه الحبيب
يجعل المسلمين الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين الله الله كن لنا يا ربنا رغم الزمان الله الله واقيا وانشر لنا برد الأمان الأمان الله واحمنا من صالمات الافتتان الله الله لنكن من كل سوء آمنين آمنين الله الله يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين الله الله بسر الكتاب القيم المبين المبين الله الله بحرمة طه الحبيب الأمين أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين شكرا لكم شكرا لكم يعني من خلال الانشاد الديني فعلا مثل ما قلنا تسمو الروح طبعا يعني الى لاماكن كثير يمكن بيحتاجها الانسان أكيد. اليوم خلينا نحكي عن معنى الانشاد الديني اهميته وخصيصا بشهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه روح شيء بيعالج الفؤاد مثل احيانا الواحد بيروح عند دكتور مشان يعالج مثلا معه مرض مثلا التهاب كمان هون بالانشاد الديني مثل ما قلتي انه باسم الروح واحد مثلا مذنب نحن بنختار الكلمه الحلوه الكلمه اللي لها معنى مع اللحن اللي له معنى بسمع المستمع يلي بيكون مثلا مذنب بيرجع لربه يلي بيكون عاصي بيتوب مو فقط موضوع انه مثلا بس المجال الديني مثلا موضوع هادف اخر مثلا عن الام يمكن يسمع ناخذ مثلا كلمات عن الام مع الحان جميله يسمع احد المستمعين مثلا يكون قاطع رحم مع امه بيرجع يوصيل فهي احنا رسالتنا وهو الانشاد عباره عن رساله وهذه الرساله هي سبيل الى الدعوه الى الله تعالى هذا يمكن شيء نوعا ما مختلف بالانشاد الديني عندنا في سوريا مو فقط انشاد ديني فقط نحن عم نحكي عن كلمات دينيه لا في رساله هادفه نعم نعم. في اغاني بتوصل مسج ورسائل لكثير من الناس هلا نحن عم نسمعكم بتلاقي الصوت بيدخل للقلب فورا بياخذك لمساحه كثير جميله يمكن بياخذك من هي الظروف القاسيه الصعبه من كثير يمكن ظروف كلياتنا عم نعاني منها في مساحه خاصه للقلب لكن دائما والروح يعني الانسان فعلا بيرتاح بهيدا الارشاد الديني اكيد اكيد يا رب انت مثل ما قلتي جنابك بس تعقيب صغير مو اغاني اناشيد صحيح الله يبارك فيك يا رب يعني مثل ما قلتي يعني انا اليوم وقت هيك بقعد بسمع انشوده مثلا بتحكي عن عن واقعنا عن الوضع اللي احنا عم نعيشه بتتاثر روحي بتزرف دمعتي بتقرب من الله عز وجل يعني مثل ما قلتي انتم بتسمر الروح بهذا الامر حياكم الله بشهر رمضان يمكن كثير الاناشيد بيكون لها حيز نعم وبترتبط فيها وخصيصا بسوريا عندنا كثير اناشيد رمضانيه جميله يعني ما شاء الله المنشدين السوريين بيصدروا لبرا صحيح يعني وكله بيقلد المنشدين الحمد لله لانه يعني المنشد السوري اعتمد دائما يكون يعني باي مناسبه عنده اياها دغري عنده شيء جديد يعني نحن كثير تغير الانشاد من ايام زمان لهلا دائما في تطور في تطور صحيح. في تطور وكمان محافظين على ايام يعني على في مثل بيقول اللي ماله قديم ماله جديد في اناشيد معينه بتعيش معنا سنين يعني اكيد اكيد لهلا يمكن وين ما بنروح بنسمع رمضان وتجلى يعني هي امر ما تسمعيها مثلا من المنشد توفيق منجد رحمه الله توفيق منجد الله يرحمه تماما يعني بتشمي ريحه رمضان فعلا اكيد مثلا فيك مثلا هي انشوده مثلا ناخذها لكن بتوزيع اخر مثلا من زمان قالوها بلدف احنا اليوم عم نقولها بايقاع كيف خلونا نسمع ضروري هاي هلا هي حلوه اي شيء بتحبوا اي شيء شو حابب عن رمضان اذا محضرين لنا شيء نسمع بيكون كثير جميل يلا رمضان تجي
رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات، الله. رمضان زمان الحسنات، الله. رمضان زمان البركات، الله. رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، رمضان مجال الصدقات، تسمو بالنفس لمولاه. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط. رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط. فعسى من عفو الله عطا، فعسى من عفو الله عطا لقلوب الأمة يرعاها. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. شكرا. يعطيكم ألف عافية على هالأداء جميل. خلينا حضرتك رئيس فرقة الصحابة، يمكن الظروف الصحية اللي عم تمر فيها البلاد بسبب اجتياح فيروس كورونا نوعا ما مشاركاتكم خفت، كنتوا تشتركوا سابقا بمشاركات خارج سوريا؟ ايه لك، اشتغلنا كثير خارج سوريا، بس المنشد بدمه الانشاد ما بيحسن. بتلاقي انه مثلا منعت مثلا بالصالات مشان فيروس كورونا، او مثلا بالمساجد تلاقي فتح بس مباشر على الفيسبوك وانشد. عم تعمل هيك شيء اونلاين؟ لكن اجباري دائماً بنموت على مشاركات على الاونلاين. اكيد لكان يعني في متابعين لانه بفضل الله عز وجل بكل الدول العربيه. يعني كان ما قبل جائحه كورونا يعني طلعنا على لبنان، طلعنا على اندونيسيا، طلعنا على اكثر من بلد الحمد لله. لكن يعني بسبب الاوضاع هي المشاركات كيف كانت اذا بدنا نحكي عنها؟ ممتازه والله، يعني على المسارح وكان لها فاعليه كثير كبيره ولها كثير تاثير يعني. وكثير يعني حسنا نحط البصمه السوريه هنيك. هون اللي بدي اسالك عليه، قديش في بيكون في اختلاف دائما للبصمه السوريه والانشاد الديني السوري شيء مختلف. ايه عم اقول لك، يعني نحن لو ما حاسين انه في تميز ما نادونا، بس يعني سبحان الله رحنا هنيك، يعني سبحان الله توفيق من الله عز وجل يعني حطينا هنيك بصمه. لكن هلا هي الظروف هي اللي منعتنا، ولكن ان شاء الله مع الايام ان شاء الله يا رب الله بيجبر بخاطر العباد، بيفرج عن البلاد والعباد ان شاء الله. امين. الانشاد الديني يمكن هو صحيح كثير مطلوب، كل العالم بتحب الانشاد الديني، ولكن فينا نقول شوي نحن مقصرين بسوريا بموضوع انه نقطره بشكل يقدر امتى ما عملنا بحث على اليوتيوب نلاقي المرشدين السوريين والفرق الانشاديه السوريه يلي هي صراحه الاكثر تميزا، ولكن ممكن انه تتوفر باقي الفرق يمكن العربيه الترويج لها عم يكون بشكل اكبر يمكن عن سوريا. لا دائما المنشد عندنا بسوريا هو داعم حاله بحاله، يعني ما في مثلا يعني مثلا انتاج، شركه انتاج ترعاه او شيء، بتلاقي يعني هو من
من حفلاته، من شغله، امور شغله، هو اللي بينتج، هو اللي بيصور، هو اللي بيعرض. يعني والله يعني يجزيهم الخير القنوات السوريه جميعا، يعني عم يستوعبونا ويحتضنونا بهالامور. رح نتابع حديثنا معكم، بس هلا صار وقت موجز لاخر. هلا بشكل عام يمكن الموضوعات اللي بيطرحها الاناشيد الدينيه هي كمان مثلا حتى وقت كنا عم نسمع رمضان وتجلى كنا عم نسمع شيء حياتي مجتمعي، يعني عم نحكي على القيم على الاخلاق. أكيد. كيف هي الكلمات تكتب ويتم غنائها بهي الطرق، او يعني شو هي الموضوعات يلي بيطرحها الاناشيد الدينيه؟ يعني احد الشعراء مره كتب قصيده، قام قالوا له عد لنا اياها، قال لهم رجعوا لي هذاك الحال اللي كنت عم اكتب فيه القصيده لاعطيكم قصيده ثانيه. فسبحان الله شعراء ايام زمان يعني كلام يطلع من القلب. يعني مثلا ابن الفارض ولا رابعه العدويه ولا كثير، ولا سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي ولا الشيخ محي الدين ابن عربي، هذول كلياتهم يكتبوا قصائد يعني عميقه بالحب وعميقه، يعني بتوصل للفؤاد فورا وبتوصل للقلب فورا. يعني مع هي الكلمات الرائعه المختاره اللي نابعه من القلب، اللي كانت هي يعني خرجت هي الكلمات بحال مع الله عز وجل او بحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرجت هي الكلمات وانكتبت مع اختيار اللحن اللائق لهي الكلمات، ما في احلى من هيك. يعني المستمع على مين ما كان يكون بده يتاثر، وبده يتاثر باخلاقه، وبده يتاثر ب ب ب ب يعني اللهم صل، يعني يتاثر باخلاقه، بده يتاثر بنفسيته ويرفع من مستواه الروحي. اكيد. نعم. واذا وقع خاص في نفوس جميع الناس. أكيد. خلينا بالختام نسمع انشوده. نعم. دينيه. شو حابين نسمع؟ هلا قلتوا لنا بتكون عن الشام، نحن عملنا عن الشام بس حنعيدها مره ثانيه. يا رب الله يفرج عن الشام وعن الشام. امين. يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا ضاقت بنا الأحوال والدمع منا سال ضاقت بنا الأحوال والدمع منا سال فرج إلهي الهم ارفع إلهي الكرب قد ضاق فينا الحال يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا فرج إلهي الهم وما بنا قد عم فرج إلهي الهم وما بنا قد عم وارفع إلهي الغم وارحمنا يا مولاي يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا قمت ليلا يا ربي عيناي تذرفان تحكي ألما وتشكو تحكي ألما وتشكو قسوة هذا الزمان يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا يا رب الله يحيي الشام ويحمي سوريا كلها يا رب. آمين يا رب العالمين. شكرا كثير لكم. شكرا لكم وكل عام وانتم بألف خير ووطننا بألف خير. شكرا لكم، كنا سعيدين بوجودكم، اضفتوا لمسه روحانيه على رحلتنا الصباحيه اليوم. الله يبارك فيكم يا رب. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لكم، نتمنى لكم كل